مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج عين على أسبوع، نستعرضها ونبدأها بأبرز العناوين. حوار معلق بين التيار والإطار، الحكمة يحمل تسوية لإنهاء الأزمة والصدر يتجاهلها. الانسداد السياسي يشل الأسواق العراقية لعامين متتاليين والدولار يتحدى الحكومة الجديدة. مناشدات العراقيين تقطعت بهم السبل على الحدود البيلاروسية وتساؤلات حول موقف الحكومة من العراقيين. مرحبا بكم مجددا. إطار وتيار وخلافات تستوجب الحوار، مشهد يواجه انسدادا سياسيا في طريق تشكيل الحكومة، فالتصدعات التي يشهدها البيت السياسي الشيعي المعني بتشكيل الحكومة وفقا لما أفرزته نتائج الانتخابات تستدعي ترميمه لإعلان موقف يدفع العملية السياسية خطوة نحو الأمام. ليس في الأفق ما يشير إلى ولادة حكومة جديدة في وقت قريب في ظل استمرار الخلافات بين التيار والإطار، فالدعوات التي توجه في العلن والمساعي للإسراع بالتشكيل لا تزال تصطدم بالعراقيل الداخلية ذاتها. أوزان أفرزتها الانتخابات النيابية تباينت المواقف السياسية من نتائجها بين الرفض والقبول، وهنا تبرز إشكالية الخاسرين المعترضين على النتائج ليتضح حجم الفجوة داخل المكون المهيمن على القرار السياسي العراقي، وتأتي الدعوات للحوار بينهما والإسراع بتشكيل الحكومة. النزاع هو نزاع مصالح وليس نزاع حقيقي وليس خلاف شخصي، بالتالي الكل يخاف من التهميش، لا سيما يعني الكتل الغير مؤهلة لهذه الانتخابات اللي لم تحصل على مقاعد تؤهلها لأن تكون صاحبة قرار، بالتالي أعتقد حتى على الكتل الفائزة الأخرى سواء كانت من السنة أو من الشيعة أن تكون حقيقة هي هذه قناة الاتصال حتى تؤطر لموضوع حكومة وطنية. تشتت الأصوات وتقاربها وتراجعها صعب كثيرا من توقع المشهد القادم الذي يجب أن ينتهي بتسمية الكتلة الأكبر المعنية بتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، فيما يهدد استمرار الانسداد السياسي بصدام لا تعرف مآلاته بين كتلتين تتصدران المشهد، لكل منهما جماهيره ولكل منهما نظرة مختلفة نحو منهجية تشكيل الحكومة. هذه التقاطعات عليها أن تنتهي وعليهم أن يجلسوا على طاولة الحوار وعليهم أن يشكلوا الدولة الحكومة بأسرع وقت، لأن هذا الاختلاف وهذا التأخير أربك حتى الشارع العراقي إذا ما عرفنا بأن الوضع العراقي يتأزم شيئا فشيئا. أزمة سياسية بين القوى الشيعية تفرض على بقية القوى السياسية الانتظار حتى تتضح الرؤية، وحكومة توافق بين الجميع قد تكون الحل للخروج من هذه الأزمة، لكن كثيرين يرون إنها قد تزيد من فقدان ثقة الشارع بالعملية السياسية، ما يقود نحو إعادة شريط الأحداث إلى تشرين الأول 2019. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. إذن الحديث عن التسويات السياسية للخروج من مأزق نتائج الانتخابات التي غيرت كثيرا في أوزان القوى ما زال قائما، لكن الاتفاق على شكل التسوية لم يتضح بعد، حيث بادر تيار الحكمة لحل عقدة البيت الشيعي، لكن الصدر يبدو أنه يتجاهلها، وهو ما ينذر بفشل المبادرات التي تستثني الإقرار بأغلبية الصدر. يتزايد التعقيد والاحتقان في المشهد السياسي العراقي، ويبدو أن التطورات المتسارعة لا تسير في صالح الإطار التنسيقي بل تعسر المشهد أكثر، لتأتي مبادرة عمار الحكيم في محاولة لترقيع الخلافات والخروج من مأزق يرغب الجميع باحتوائه، مبادرة تهدف إلى جمع القوى الفائزة والمعترضة على طاولة النقاش وإعادة التوازن للعملية السياسية من خلال اتفاق وطني جامع يتبناه الجميع بآليات ونقاط وتوقيتات واضحة وعملية كما يصفها الحكيم. أجد مبادرة السيد عمار الحكيم من هذه الحلول العقلائية، بحيث تعرض إلى جملة أمور يمكن أن يكون فيها إصلاح الوضع القائم وحلحلة الوضع والخروج بنتائج
مقبولة من قبل الجميع، أو على الأقل كحلول وقتية لحين تنظيم الأوراق من جديد. التيار الصدري في الجانب الآخر يتلافى التصاريح والاشتباك، ويترقب تصديق المحكمة الاتحادية نتائج الانتخابات ليباشر بخطته التي كشف عنها قبل الانتخابات وأكدها بعدها، وهي تشكيل حكومة أغلبية بقيادته. خطة على الورق تبدو ممكنا، لكنها على مستوى العراق وتركيبته الحزبية صعبة أو شبه مستحيلة بحسب مراقبين. هناك معترض كبير جدا وبشدة، وهناك منتصر بالانتخابات متفائل كثيرا وربما في نشوة النصر، وهذا التفاوت بين المتشائم والمتفائل يجعل كثير من القوى قادة الكتل ومنهم السيد مختار الصدر أن يقبل إلى تشكيل حكومة أقرب إلى التوافقية. ربما يكون مشروع حكومة الأغلبية السياسية رغبة عراقية في إعادة الاعتبار للديمقراطية في البلاد على أساس السلطة والمعارضة، لكن لا يخفي كثيرون تخوفهم من هيمنة بعض المكونات وغياب أخرى في صناعة القرار السياسي. وأبعد من ذلك، هناك من الكتل وزعمائها من ألف السلطة وقد لا يقبل أن يكون خارجها تحت أي مسمى. مبادرة الحكيم يقابلها ثبات الكتلة الصدرية إلى الآن. المتغيرات في اللعبة السياسية القائمة تتلخص في البحث عن مخرج لا يقصي أحدا ولا يسلب حق الآخر. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ رمضان البدران. مرحبا بحضرتك ويسعدني الحوار معك أستاذ رمضان. مثل ما تشوف، رغم وجود عدم تصعيد وتفاهمات بعد الاجتماع الأخير بمنزل العبادي قبل أسبوع، لكن بنفس الحالة أكو إصرار من قبل الإطار التنسيقي على موقفه، وأكو شبه جفاء من قبل التيار الصدري، وأكو مبادرة من قبل تيار الحكمة. تعتقد وسط هذه الخلطة أكو بادرة أمل للخروج من المأزق السياسي الحالي لو الأزمة مستمرة إلى أشعار آخر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد الأزمة تلخصت في هذا المشهد المركز. الأزمة بدأت منذ التغيير، منذ 2005 وعبر انتخابات وتشكيل أكثر من 4 حكومات. الأزمة الحقيقية هي أين تكمن السلطة؟ هل هي لدى الناس لأن النظام ديمقراطي، أم أن عبر شكل الانتخابات تتحول السلطة بيد نخبة من الناس يتصرفون بمقدرات البلد بداعي الوصاية على البلد والمقدرات؟ نحن أمام هذا المفترض. السيد الصدر يعتقد أن الناس هي صاحبة القيموم على حالها، وأن مشروع السلطة هو مشروع للناس، وعليه أن يفي بوعوده والتزاماته لخدمة الناس ويحترم إرادة الناس. وطبعا هذا يتماشى مع المبدأ الديمقراطي والشرعي في الدستور، ولا سيما في تشكيل مجلس النواب. المجموعة الثانية التي تتلخص في الإطار السياسي هي أشبه بالتيار المحافظ، إذا ما قلنا بأن التيار الصدر هو التيار الإصلاحي. التيار المحافظ يريد أن يبقي السلطة بأيديهم، وبعضهم لديهم مسوغات شرعية. بعضهم يعتقد، الذي يعود إلى ولاية الفقيه، يعتقد أنه مولى والأمر وأن الانتخابات مكمل شكلي. بعضهم الذي ينتمي إلى حزب الدعوة على سبيل المثال في خلفيته، يعتقد أنهم أصحاب الحل والعقد وهم الأحكم، وهو يعني فكر هذا. وبالتالي لدينا مجموعة تؤمن فكريا أن لها حق القيمومة على الناس والانتخابات مكمل شكل. ولهذا وبسبب هذا الاعتقاد، الاعتقاد جاي من العقيدة من الجزم، بسبب هذا الاعتقاد تشوف أنه لا يوجد رضا تام بنتائج الانتخابات اللي الديمقراطية العالمية توصل الجميع بالإذعان لها، يطلعون مرة على شكل متظاهرين ومرة على شكل معتصمين يقولون هذه النتائج ليست صحيحة. بسبب هذا الاعتقاد التوصية برأيك رفضوا نتائج الانتخابات؟ رفضهم لنتائج الانتخابات. إذن شنو معنات الانتخاب؟ لا حد يسوي انتخابات إذا يعتبر نفسه هو موصى. أحسنت، هم يعتقدون أن الانتخابات مكمل شكلي وليس مكمل شرعي. لطالما أن هناك توافق على إجراء انتخابات لتشكيل السلطة، يقولون لنسائر الانتخابات. ولكن في هذه المرة صدموا أنه الانتخابات والنظام الانتخابي
يعني لم يأتي على ما يريدون، كانوا جعلوا العراق مرة دائرة واحدة واجمعوا كل الجميع، مرة العراق دوائر محافظات، وبالتالي هناك تغييب لصوت المواطن، هناك تغييب لسلطة المواطن، هناك تغييب للعلاقة المباشرة بين المواطن ونائبه، هناك سيمان لدى النائب، نائب يجلس على مقعد يخصصه الدستور ليمثل 100,000 نسمة. هذا ملخص الأزمة مثل ما تفضلت بجنابك من 2005 حتى هذه اللحظة. إذا أريد نجي على الحلول اللي تدعي القوى الموجودة أنه هي الحلول البراغماتية الوحيدة للخروج من المأزق، أكو تفاهمات وأكو تصعيد وأكو طرح لورقة سميت ورقة تسوية من قبل السيد الحكيم بعد أن جاء من الكرد، ولو ما أعرف شلون إجا من الكرد رغم أنه أكو انسداد أنه يقولون الجماعة بالتنسيق يا كرد ويا سنة، حاليا الموقف مو وياكم، خلونا احنا شيعة شيعة نحسم صراعنا وبعدين تعالوا هلا بيكم، ويمنعون اي احد بالمناسبة الاتفاق ويا الصدر او ويا غير الصدر، ممنوع حاليا، وهذا شيء هم راح نناقشه. لكن اكو مخرج من قبل تسوية عن طريق تسوية الحكيم؟ لو راح ترفض اذا قبلت تسوية الحكيم فهي ترحيل الازمة الى ازمة لاحقة، وتشعيب الخزنة وتشعيب الازمة الى عدة شعب وإلى أشكالات أكبر. فالحقيقة مقترح السيد الحكيم غريب، مقترح ينسف كل المبادئ التي يعني بنيت عليها العملية الديمقراطية ولا علاقة له حتى في الأزمة. كيف؟ يعني هذا ما يطرحه السيد الحكيم 7 نقاط كلها يعني ليست لها علاقة بالأزمة، بل هي عملية نسف لكل الإرث الذي تعلمه العراق من العملية الديمقراطية. يعني إلغاء قانون الانتخابات، قانون الانتخابات هذا في المناسبة التيار الصدري وكتلة السيد الحلبوسي والسيد البرزاني منذ أيام الخلاف على الدائرة الانتخابية الثلاث أرادوا الذهاب إلى دائرة 100,000 نسمة، الثلاث ما الاختلاف على الدائرة الانتخابية. ما هذا الموضوع أن تشرين لم تحدد شكل الدائرة، وحاولنا أن ننبه لهم أن احسموا الموضوع يا تشرين وقولوا ليكن مقعد لكل 100,000، ولو كان مقعد لكل 100,000 نسمة لأصبح النائب أكثر قوة وأكثر شرعية، ولغابت تماما هذه الوجوه، يعني الذي حصل على مقعدين أو 3 أو 5 ربما لا يحصل حتى على مقعد واحد، حتى أن يبني نفسه قاعدة صحيحة وقاعدة شعبية صحيحة يستطيع أن يبني. وبالتالي مسألة السيد الحكيم وطرحه هو في الحقيقة التفاف على كل الموضوع، كل المنجز. ولهذا الصدر يبدو أنه تجاهلها للورقة التسوية. أكيد. لأن الصدر يعتقد نفسه أنه حاز على قرابة 73 مقعد، فنتحدث عن أي تسوية موجودة انتخابات صادقت وأشاد بها العالم والمجتمع الدولي، وتجيني تسوي لي ورقة تسوية مقدمة من 7 نقاط حتى شبه أتنازل أو أنطيك مقاعد أنت ما محصل عليها، هيك رؤية السيد الصدر؟ الحقيقة المشهد هو الخلاف على الأهداف. السيد الصدر الحقيقة لا يتعامل مع نتائج انتخابات. السيد الصدر والتيار الصدري وضع ضغط كبير على السيد الصدر قبل الانتخابات وقال له بالحرف أما أن تدخل، نحن نحترم الصدر وتيار الصدر وبيت الصدر، فإما أن تدخل بهذه الرمزية ونواليها ونحن من الكادحين نريد إصلاح، تأذينا من هذه العملية السياسية ونحن ننتخبكم، أما أن تدخل وتصلح أو لا تدخل. السيد الصدر قال لهم مع هذا الوضع الإصلاح صعب وقرر اعتزال العملية السياسية ليس للمناكفة بل خضوعا تحت ضغط قاعدة التيار الصدري. لاحقا عندما وافق على الدخول كان حتى لي المكاتب المرجعية تأثير كبير عليه، وبالتالي عندما عاد بشروط الإصلاح، عندما فاز اليوم هو أمام تعهدات أمام قاعدته، أولاً القاعدة هذه التي انتخبت، وأمام الشعب العراقي ووعوده التي طالما نادى بها. طيب تتفق أستاذ رمضان أنه أصل الصراع هو خشية من ذهاب طرف ما ويرجح أنه الطرف الخاسر إلى المعارضة السياسية؟ لماذا؟ لأن المعارضة السياسية تعني التهميش، بمعنى إذا الصدر صار معارض راح يهمش من قبل الإطار، إذا الإطار صاروا معارضين راح يهمشون من قبل الصدر. هذا مو جوهر الديمقراطية، حكومة ومعارضة، ليش ما حد يرضى بها؟ فعلا هي تهميش؟ المعارضة ستهمش فعلا؟ لا، مؤكد لا تهمش، بل في العراق هناك خصوبة لعمل المعارضة في البرلمان أكثر من عمل الحكومة. يعني الذي هو الحكومة هو مورط بمساحة من الانتقاد باعتبار برلماني.
لديه كم هائل من الإصلاح لو أراد، ولكن الحكاية ليست حكاية معارضة وإصلاح، الحكاية حكاية مغانم هذه أولاً، والحكاية الثانية حفاظ على مصالح، بدليل أن في مسألة السيد الحكيم واحدة من الأشياء التي يطرحها هو أنه رئيس مجلس الوزراء لا يتخذ القرار إلا بالاستشارة لمجلس استشاري، يردون يعملون مجلس استشاري كأنه مجلس الاتحاد وهو الذي يسير رئيس الوزراء، وبالتالي لا يوجد شيء مثل هذا. يعني هذا مثل إيران أن يكون رئيس الجمهورية مقيد بإرادة الولي الفقيه، هم يريدون أن ينشئوا مثل هذا، وهذا خطير. لو كان مجلس اتحاد لقبلنا به، لكن مو مجلس استشاري شيعي يسير رئيس الوزراء والدولة، هذا خطير. القضية الثانية اللي يطرحونها أنه الهاجس الثاني عدم إلغاء الحشد الشعبي، ليس يوجد مشكلة مع الحشد كتشكيل يحتاجه كتشكيل نوعي عسكري. هو يقال أنه وحدة من نقاط التسوية عدم التعرض للحشد الشعبي، بالمقابل ممكن نبصم على شخصية صدرية، منو يعتقد أنه الصدر ممكن يتحرش بالحشد الشعبي؟ ليش هذا الافتراض من قبل السادة في الإطار؟ الصدر والعراقيين عموما موقفهم من الحشد الشعبي متأتي من جملة الإساءات التي تعرضت لها هيئة الحشد الشعبي من سوء امتهان من هذه القوى. أولا الحشد الشعبي كمقاتلين في الجبهات يؤدون دور مشرف لا خلاف على قيمته وأهميته في دعم القوات الأمنية ودعم الأمن. المشكلة التي لدينا وجود مسميات وعناوين امتطت وامتهنت هذا العنوان وهذا الدور، مارست مساحات كثير من الفساد الإداري والفضائيين، استنزفت موازنة الدولة تحت هذا المسمى، ثم هذه التضحيات النبيلة حولتها إلى مغانم تحاول أن تضعها على طاولة المساومة مع الدولة. لا، الإطار يجادل بطريقة أخرى، يقول لك هذه التضحيات النبيلة تم القفز عليها عبر التزوير في الانتخابات، ويتهمون حتى القضاة، يتهمون المفوضية، ويتهمون الجميع، يعني حتى يتعرضون لتزكية مجلس الأمن الدولي، ومرة يقولون تزوير إماراتي، مرة يقولون تدخل أمريكي، وهلم جرا. هذه التضحيات تعرضوا لها الجماعة، يقول لك ما قدرتوها، المفوضية لم تقدرها، حجتهم هذه مضبوطة لو مجروحة؟ المشكلة هناك كم من الزهو والاعتداد المبالغ به والمفرط على حساب المنجز. الحشد الشعبي قدم منجز، والحشد الشعبي ليس وحدهما قدم، اولا ثانيا الحشد الشعبي قدم باولادنا، مو بكم انتم القاده اللي هم اصلا انتم ميليشيات اندمجت في الحشد، وبالتالي ميليشيات تريد ان تختطف معنى الحشد الشعبي. الحشد الشعبي وشعبي وليس ميليشياوي، هذه اولا. حزب الله والعصائب والنجباء وغيرهم، انتم ميليشيات تشكلتم قبل تشكيل الحشد، وهربتم امام الجيش امام داعش اسوه بالجيش، ولم تصمدوا، عدتم إلى هناك بقوة الحشد، هذا أولا. ثانيا الحشد شيء والمقاومة شيء ثاني، والحشد المقصود به هنا الحشد الذي يوالي الدولة ويحترمها، وليس الحشد الذي يدخل الدولة في صراع المحاور، والحشد الذي لا زال بقوة يعني يريد دعم المعادلة الطائفية. طيب. والحشد الذي من خلاله تم الحصول على درجات بالأركان ودرجات عسكرية عالية وتلاعب بمليارات الدولارات وتطفل على حساب الدولة وتمدد. طيب. هذا طيب. ليس الحشد، هذا امتهان لمعنى الحشد. طيب. ويجب أن يردع في الحقيقة، لا أن يكافئ ولا أن يستخدم. المشكلة أن الإطار السياسي يريد من بعض العناوين المتطرفة والمتطفلة على 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 العملية السياسية، يريد أن يستخدمها خنجر يدسه في خاصرة العملية السياسية ليقول هناك احتقان. هذا ليس احتقان، هذا احتقان مفتعل، هذا تطرف، هذا ابتزاز للدولة والعملية الديمقراطية، ويجب أن يردع، لا أن يستخدم وسيلة للمساومة لعملية سياسية وديمقراطية. طيب. تسير بالاتجاه. طيب. طيب، بعيدا عن الحشد واستخدام الحشد في حل هذا الصراع، بهاء الدين النوري ومحمد الصيهود أعضاء دولة القانون يقولون إحنا عندنا قابلية الحوار التنسيق الإطار التنسيق كلهم تقريبا يتكلمون هذا الكلام، عندنا قابلية لجمع قرابة 90 أو أكثر من 90 مقعد إذا نريد نشكل الكتلة الأكبر. تعتقد بأي طريقة الجماعة حسبوها 90 بحيث يتغلبون حتى على الصدر بدون الذهاب للكرد والسنة؟ طبعا يعتقدون أنه الدولة دولة مغانم، وبالتالي إذا عادوا للتوافق ودولة المغانم يستطيعون جمع شتات كبير بالإغراءات أو بما هو بغض النظر عن مغانم أو شتات، هو يحق لهم يجمعون،
إذا الجميع متفق على أنه حكومة تحالفات وأغلبية يقدرون يجمعون ويفوزون مرة ثانية، وسيناريو 2010 مو بعيد كلش صحيح، وحتى سيناريو 2014 مو بعيد. التعريف الصحيح من يجمع العدد الأكبر تحت قبة البرلمان هو الذي سيشكل، لأنه سيمنح ثقة لرئيس الوزراء. وبالتالي ولكن هناك جدلية مترابطة أنه نحتاج إلى نصف زائد واحد لتعيين رئيس البرلمان، هذا أولا، ثم نحتاج إلى ثلثين لرئاسة الجمهورية وإن فشلت فالأعلى، ثم الثالثة في مسألة رئيس الوزراء الأمور مخالفة للدستور. رئاسة الوزراء يجب أن يتقدم 4 أو 5 مرشحين يمرون أولا بمرحلة الأهلية من خلال مجلس الاتحاد، فالمؤهل منهم يعرض على مجلس النواب. لنفترض أن لدينا 5 تأهلوا يعرضون دفعة واحدة على مجلس النواب. مجلس النواب يصوت مرة واحدة وينشط إلى 5 كتل. يبدأ رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الأكثر عددا، وهذا يعطي شهر حتى يجيب الثقة بوزارته. ثم إذا فشل المرشح الثاني جاهز تحت رئاسة الجمهورية، ولم يجي المرشح الثاني بين ليلة وضحاها إذا فشل الأول. يعني تعتقد أكو أزمة ثانية وهي متمثلة بالمرشح الثاني في حال فشل المرشح الأول، لكن الأزمة الأكبر هو حسم الصراع الحالي، منو اللي يشكل الحكومة الحالية، منو الاسم الأول، هنا القضية. حس الثانية الثالثة مو مشكلة. الاسم الأول أنا أعتقد هو الاسم الذي يكفل، والذي يكفله هي الكتلة التي تريد أن تتصدى. مدة هذا المخاض حتى يكفل الاسم الأول إيش قد تتوقعها أستاذ رمضان؟ نعم عفوا، مدة هذا المخاض العسير حتى يكفل الاسم الأول ويتم الاتفاق عليه، أكو فت سقف زمني مثل ما تنبأ الحكمة قال أقل شيء 9 أشهر؟ لا، الحكمة يعني يبالغ، إذا أراد السنة المتمثلين بالحلبوسي على أقل الأمور، وإذا أراد الكرد متمثلين بالسيد البارجاني، وإذا أراد الشيعة ممثلين بالتيار الصدري، الحكومة تتشكل خلال الفترة الزمنية بدون أي تبديد، والبقية ذهبون إلى المعارضة ولا يوجد أي إشكال لدينا. بسؤال أخير وباختصار لو سمحت، هل تعتقد أن الإطار التنسيقي أو السيد الصدر سوف يعني يعطي مجالا ووقتا للتحالفات الشيعية السنية والكردية تشكيل الحكومة مع أحد الأطراف، أم حتى هذه اللحظة هذا ممنوع وبتوصية السنة والكرد حاليا ما يتدخلون مع أي طرف شيعي؟ الطرف الشيعي حاليا خليه يحسم صراعه وبعدين يجون السنة والكرد. هناك تهديد من الإطار السياسي للكرد والسنة لا يقتربون. هذا هو الحقيقة. هناك جماعات الإطار السني تهدد الكرد والسنة، وبالتالي هذا التهديد، لأنه هناك تقارب وهناك تلويح كان قد سبق وأن ظهر أن هناك تقارب وارد بين الكتل السيد البرزاني والحلبوسي والسيد الصدر، كان وارد ولكن بدأت تلوح بعض العناصر إلى التهديد ومنع هذا التواصل. هذه هي الحقيقة، وبالتالي أنا أقول نحن أمام مفترق حازم، يجب على الكرد والسنة أن لا يتهاونوا. لأنهم ليسوا بأقل حاجة، وبالتالي يجب أن يكون حزم وردع لهذه الجماعات التي إن أعطيت مجال سوف لن تكتفي بهذا. بالضبط، ومن يتهاون ومن لا يتهاون هذا ما سوف تحدده خريطة القوة في العراق وحملة السلاح على الأغلب. الأستاذ رمضان البدران كنت معنا، المحلل السياسي، شكرا جزيلا لوجودك معنا، حياك الله. في ملفنا الثاني مشاهدينا، حيث لم تقتصر آثار الخلاف السياسي على الجانب الأمني فقط، فالحياة الاقتصادية تأثرت هي الأخرى بهذا الخلاف. غلاء الأسعار، انتظار حكومة تعيد سعر الصرف إلى سابق عهدها، علاوة على إقرار الموازنة وغيرها من الملفات الاقتصادية العاجلة التي ترتبط جميعها بحل العقدة السياسية. أزمة اقتصادية هيمنت على حياة العراقيين، فغلاء الأسعار ألقى على كاهل المواطن حملاً جديداً على خلفية خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، فيما يعول العراقيون على حكومة جديدة لوضع آلية وخطط بديلة، لعل من أهمها خفض سعر الصرف وإطلاق برامج اقتصادية لمساعدة الشرائح الضعيفة وذوي الدخل المحدود. وكحكومة مقبلة للعراق يجب أن يكون هناك توجه اقتصادي، إعادة تنظيم الوضع الاقتصادي، تعديل القوانين الاقتصادية خصوصا قانون البورصات،
قانون المصارف وقانون البنك المركزي وقانون الاستثمار وتحديد شكل الاقتصاد العراقي. ويرى تجار وأرباب عمل أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 30%، مبينين أن هذا الغلاء امتد إلى مواد أساسية تحتاجها العائلة خاصة الاستهلاكية منها، وهو ما أضعف القدرة الشرائية لدى المواطن الذي انخفضت قيمة وارداته التي واجه بها ارتفاع الدولار وجشع التجار. خدمات صحية، تأمين صحي، عندك مثلا كل الأمور هاي، مثلا الوظائف يفتحوها على مشوية تحرك الاقتصاد، يدعمون الزراعة الصناعة، كل هاي وهي هاي كلها تتمثل بالاستقرار الأمني وتتمثل بأن تشكيل الحكومة المفروض سيطرونهم على الدولار. الدولار هو هذا اللي مدمرنا، المفروض يسيطرون عليه. تأخير الحكومة يجوز بصالحهم، صالح السياسيين، بس مو صالح الفرد العراقي. يعني العراق وخاصة الفرد العراقي دي يعيش بدوامة دائما متجاوزين، فلشهم صعدة الأسعار، السياسيين دي يتعاركون، الغاز صعد، النفط صعد، المولد، يعني تقول شيء العراقي ده يعيش بدوامة دائما دايخ، ما هذا شنو السبب؟ تأخير تشكيل الحكومة هو الآخر تسبب بتعطيل مصالح المواطنين وأرزاقهم، الأمر الذي يحتم على القوى السياسية الإسراع في حل خلافاتها وتوحيد الرؤى وفقا للمصلحة العامة لتشكيل حكومة تضع على رأس أولوياتها إعادة سعر صرف الدولار وحل ما ترتب على ذلك من تداعيات في السوق وعلى معيشة المواطنين. ندى المرسومي من بغداد، قناة الفلوجة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي من بغداد الأستاذ عبد الرحمن الشيخي. مرحبا بحضرتك أستاذ عبد الرحمن. أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. أعتقد يعني تتفق معي أنه الانسداد السياسي هو سبب خراب الاقتصاد في كل بلد، مو بس بالعراق، لكن بالعراق يعني إذا مو كل شهر كل سنة أكو أزمة سياسية، شلون المخرج الاقتصادي؟ أمل أكو بالحكومة الجاية وسط هذا الانسداد الحالي برأيك بالسنة المقبلة، بالموازنة المقبلة، بسعر الصرف الجديد، بسعر الدولار، بسعر برميل النفط الجديد؟ شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن، يشرفني أن ألتقي وياك مرة ثانية في قناتكم الكريمة وإلى مشاهديكم الكرام. حقيقة ما تفضلت به هو هذا يمثل جزء كبير من حقيقة الأمر اللي احنا نعانيه كعراقيين بصورة عامة، هو المناكفات السياسية والوضع السياسي المضطرب والمصالح الخاصة والفساد المالي والإداري اللي استشرب البلد، هو هذا واحد من أهم أسباب تردي الاقتصاد العراقي وتراجعه إلى الخلف. أملنا كلش كبير في الوزارة الجديدة، لأنه راح تنطلق من برلمان يختلف عن البرلمانات السابقة. البرلمان اللي راح يجي راح يمثل فعلا صورة حقيقية لواقع الشعب ولممثلين الشعب، لأنه الشخصيات اللي كانت مسيطرة على الواقع السياسي منذ عام 2003 ولحد 2021، يعني بداية من يوم 10/10، كانوا هم المتنفذين واللي متحكمين في رسم السياسة الاقتصادية للبلد بسبب سوء إدارتهم للدولة. الآن إحنا متفائلين بأنه قد يأتون بعض الأشخاص من هو قد يأتون. أستاذ عبد الرحمن، أنت خبير اقتصادي وأنت الأبرع بلعبة القد والاحتمالات، تعتقد فعلا المؤشرات الحالية، الوجوه الحالية يعني تكبر وتكثر من احتمالات الحل؟ نعم، هي دا تحاول أن تضع العصا في العجلة، ولحد ما يعني هو سبب تأخير الموافقة على إقرار أو المصادقة على الانتخابات لحد الآن هو هذا السبب. فلذلك أنا من أقول قد يعني متوقع أنه هنالك سلطة قوية قد موقع
القيادة في البلد. يعني الصدرين تقصد؟ هو الصدرين عندهم برنامج اقتصادي حسب خبرتك بوجودهم؟ أنا ما أريد أسمي الأشياء بهالطريقة. خلنا نفترض. طيب أنا راح أتحمل نعم. مسؤولية التسمية. خلنا نعم. نفترض نعم. سؤال ما بيشي إنه الصدرين تكفلوا بزمام المبادرة. هم أكو 300 وكسر مواطن فازوا بالانتخابات 10-10. فلذلك هؤلاء هم نسبة كبيرة من عندهم مثل ما تفضلت، والنسب الأخرى راح يكونون أيضا ممثلين في هذه الحكومة، والآخرين اللي لم يحصلوا على مواقع متقدمة لكنهم حصلوا على مقاعد سيشكلون معارضة، ومن خلال قياداتهم اللي راح يقفون خلفهم راح يعكسون بعض وجهات النظر. ونتمنى أنه يكونون هذول الناس هم شكل معارضة إيجابية وليس معارضة سلبية. يعني مو أنا ما وافق على كل شيء، ما وافق على كل شيء، عندما يرون شيئا ما غير مناسب يصححوا وفق الرؤى. يعني أداء اللجان الاقتصادية مثلا، نعم، أداء اللجان الاستثمارية في البرلمان المقبل، عمل الاقتصادي المرتبط بالتشريع، الأحزاب اللي كانت بالضبط هو أنا كل صفقات وهذا هو أنا أسأل جنابك، شلون راح تتوقع، شلون تتوقع أداء المشرع إذا يعني صح تسميته المشرع الاقتصادي بالبرلمان العراقي، شلون تتوقع أداء؟ سيدي الكريم، يعني إحنا عادة نعول على أنه السياسة يرسمها الاقتصاديين، وإذا كانوا الاقتصاديين نزيهين وما يطلعون إلى مصالح شخصية مثل ما كانوا يعملون، لأنه يعني بصراحة كانوا أكثرهم ما يهم المواطن والشعب وهذا، وإنما يهم الحزب اللي هو ينتسب إليه واللي وصله إلى موقع الكرسي في البرلمان. ولذلك تشوف دائما يستحوذون على حصص من الصفقات ومن كل الأمور اللي ممكن أن تكون بها. طيب بس أكو تشانس للحكومة الجاية خاصة إذا استعجلوا بتشكيلها. برميل نعم. النفط صعد أستاذ إيه؟ عبد الرحمن، صحيح؟ يعني 100 يتوقعون 100 دولار، هذا ولهذا بيأمل الاقتصاد العراقي برأيك؟ عندما كان برميل النفط بحدود 30 أو أقل من 30 دولار، هم كانوا يستحوذون على أموال كبيرة، فكيف إذا وصل سعر البرميل إلى 100 دولار؟ إذن ماكو أمل يعني على كلامك. لا، هم راح يستقتلون بعد أكثر، راح تكون مصلحتهم في الاستحواذ على المواقع السياسية أكبر مما كان عليه بالسابق، لأنه المستحصلاتهم اللي راح يتحصلون عليها هي بالتأكيد أكثر، ولذلك تشوفهم هم يستقتلون إلى العودة إلى مقاعد البرلمان. المشكلة إحنا ما عندنا مؤشر للفساد أستاذ عبد الرحمن حتى نقيس ب 2014 شلون كان، وب 2020-21 شلون كان حتى نقيس، صحيح؟ صحيح، هو صحيح كأرقام وكمؤشرات حقيقية ما عندنا، بس واضحة للعيان. يعني أنت من تشوف كانت تسمونه 10 بألف مثل ما يقول هذا المغني، هسه صارت 6 بألف، فإذا هذا مؤشر. طيب. مو يعني بس واحدة من المؤشرات أيضا تتغنى بها أكثر شيء الحكومة وبإنجازاتها، نعم. تقول اقتربنا من تصفير الديون، يعني العراق وذاك يوم أنت قلت لي بالأسبوع الماضي كان عندنا 143 مليار، حاليا 20 113 أنا قلت لك. هم يقولوا 143 أعتقد من سنة بعيدة. 143 طيب 20 قلت لك 113. جميل، نعم. 20 يتحدثون عن هذا إنجاز على حد تعبير السيد عبد المهدي. حقيقة الأمر أنا التقيت ويا الأستاذ مظهر محمد صالح قبل أيام وتناقشت وياه حول هذا الموضوع، فرد عليه قال لي لا هذا مو بكيفهم. لما استفسرت منه أنه وزير المالية يقول 20 مليار باقي علينا ليش؟ قال لا، هو 20 مليار هذه هي المتبقية خلال هذه السنة علينا أن ندفعها، علينا أن نسددها، لأنه هذه موجبة الدفع، لأنه لمشاريع وديون مستحصلة من بعض الدول على أساس المدة الزمنية إلها. تدري أنت هذه الديون خاصة بعد نادي باريس من شطبت كثير من هذه الديون. تدري هي نادي باريس بتشكل من 65 دولة كانوا بي 19 دولة فقط حضرت إلى نادي باريس، أو هم ضمن يعني الدول مجموعة 65، و49 من عندها خارج نادي باريس، فشطبوا الديون، واللي تبقى من عندها بعض الدول رفضت أن يعني تخف تشطبها، فبقت بعض الديون واجبة الدفع من عندهن. هذه الديون 20 مليار يجب أن تدفع خلال هذه الأيام. يعني أنت قعدت ويا مظهر محمد صالح وقال لك هاي الواجبة الدفع 20، الديون الحقيقية على العراق إيش قد لعد؟ الديون عندنا، احنا عندنا 113 مليار كانت هذه ديون. مو هي استاذ عبد الرحمن، انا قلت لك الى سنه 2049 او 48 يلا نقدر نطفي الديون. ليش؟ لانه مثلا القرض الياباني مقدر ب 40 سنه يلا نسدده. بعض الدول احنا ماخذين منها قروض ب 35 سنه وبعضها ب 30 سنه. فعلى هذا الاساس عندما انت تقارن هذه السنه او السنه الجايه ايش قد عليك،
عليك باقي بس 20 مليار. تقدر تسوي تنمية بهيك قروض تمتد لسنة 45؟ أي نعم تقدر. ليش؟ لأنه سعر برميل النفط الآن صار بحدود 80 دولار واحتمال كلش كبير، واللي أتوقع أنه في موازنة 2022 سيكون سعر البرميل 75 بالقيمة التقديرية إلا بالموازنة، فلذلك راح يكون عندنا فائض في الموازنة. ثم ناهيك عن موضوع مهم جدا أنه 400 ألف برميل إضافة إلى الحصة السابقة مالتنا ستضاف إلى حصة العراق بالتصدير، وهذا الشكل بحدود 11 مليار دولار إضافية. فإذا راح يكون عندنا فائض، قد نسدد جزء من عجز الموازنة العام الماضي، وقد نسدد منها جزء من الديون. فلذلك أنا يعني مو بس أتفائل، وإنما عندي حقائق ودلائل أن تقول أنه ميزانية 2022 ستكون أفضل بكثير من الموازنة. لكن يبقى موضوع الفساد المالي والإداري وسوء التخطيط، وأركز وأضع خطين تحت سوء التخطيط. سوء التخطيط تمثل في مع الأسف وزارة المالية، يعني وزير المالية من يصرح يقول إحنا ببقى لنا شيء، يقول 20 مليار راح نسددها. لا، هو مو هذا حقيقة الأمر، هو باقي إحنا عندنا فوق 40 صح، بس وتحدث عن ورقة بيضاء كبيرة، يعني من ضمنها قضية الورقة البيضاء. إحنا ذكرنا في مناسبة سابقة وفي أكثر من مرة تحدثنا عنها، وسوينا ورش عمل وتناقشنا بهذا الموضوع. ورقة العمل هي ورقة ناجحة، وورقة طبعا بالمناسبة هي مو إحنا اللي وضعناها، وإنما خبراء متخصصين في هذا المجال وضعوها، وضعوا على أساس تنفيذها بين 3 إلى 5 سنوات وليس إداء فوري، ولذلك ستؤدي إلى نتائج إيجابية فيما إذا 1 2 3 4 5 من هذه 1 2 3 4 5 أنه يجب أن يكون هنالك محاور لتنفيذ هذه الخطة. مثلا الاستثمار المباشر، يجب أن يكون هنالك استثمار مباشر في كافة القطاعات، صناعة، زراعة، الخدمات الصحية، التعليم، وهكذا. هذا موضوع. الموضوع الثاني تعزيز سوق، تعزيز يعني مبدأ السوق أو السوق الوطنية. يصير إحنا نظل نعتمد على الخارج في استيرادات موادنا وبضائعنا وكل متطلباتنا من الخارج. يجب أن ننتج ما نأكل. لا في خير في أمة تأكل ما لم تنتجه. طيب وشون اللي يمنع العراق؟ يعني العراق بلد زراعي من زمان، من قالوا بل العراق بلد صناعي، كانت عنده صناعة. شون اللي يمنع من العودة؟ جنابك يمكن ذكرت لي 13 ألف معمل أو 17 مصنع. 17 ألف مصنع جميل. خاص متوقف عن شنو العمل. شنو اللي يمنع من العودة؟ شنو اللي يمنع؟ كان الموضوع هو موضوع سياسي وأمني خاصة. وحالي يعني هذا كان، وحاليا حاليا تحسن الوضع، بس يبقى موضوع الفساد والاستشراء في الفساد. الناس اللي تحاول أن تستحوذ على أكثر كم من الأموال من خلال تهريب المواد يعني البضاعة من الخارج، وهذه الحجة تخرج أموالهم أيضا إلى الخارج. فهذا الموضوع يعني ما يهمهم أنه تنتج بعض المصالح أو بعض المؤسسات تنتج بضائعها مننا، فلذلك يحاولون أن يستمر الوضع على ما هو عليه. يعني طبقة البيض يستوردها من أي دولة من الدول الخارجية المجاورة، ما تكلف البيضة الوحدة أقل من نص دولار، في حين إحنا إذا أريد أن ننتجها هنا بالعراق راح تصير أكثر من هذا المبلغ. وهكذا الطماطة، وهكذا الخضرة، وهكذا. بس المشكلة أنه إحنا تعزيز الصناعة مفترض وين؟ أنه يجب أن يكون العامل في موقع العمل. جميل. يعني هو بدل تعزيز الصناعة والزراعة الناس تتناقش حول إعادة سعر الصرف، وهاي قضية ترقيعية بالإضافة لاعتماد على النفط. شان بودي باختصار لو سمحت لي، أنا انتهى الوقت. أستاذ عبد الرحمن. اي مو اني استاذ عبد الرحمن، انا شو تتمنى؟ يعني عندي موضوع يعني بهذه التفاصيل كثيره. يعني هو انا كان اريد من جنابك جواب بسيط اذا تسمح لي عن قضيه اعاده سعر الصرف، ينعش فعلا وينتج السوق العراقي يرفدنا باشياء ضروريه اعاده سعر الصرف؟ لو لازم نمشي وهاي يعني ازمه كل البلدان تمشي بها قضيه سعر الصرف. أنا سبق وأن ذكرت لك هذه سابقة، العراق الوحيد انفرد بهذا الموضوع عندما خفض قيمة الدينار العراقي بقرار عراقي. يعني قرار لا عادي تركيا حاليا وصل إلى 1050. لا تركيا 1000 ليرة مقابل 100 دولار. فصدر قرار رئيس الدولة بأنه يمنح كل مواطن 100 ليرة إضافية إلى الراتب مالته حتى يحاول أن ينعش
الفرق اللي صار بالاقتصاد مالهم. طيب. هذا الموضوع بالنسبة للعراق، عملية إعادة رسم سعر الدينار العراقي تعتمد على وزارة المالية حصرا، يعني لا أقول لك البنك المركزي ولا يحزن، بالرغم من أنه هو من صلاحية البنك المركزي، بس متى ما كان هناك توافق بين وزارة المالية والبنك المركزي سيعاد رسم الصيغة بالطريقة الصحيحة. ومن يقول هو مو صحيح، هو بالوقت باوع أستاذ سنان الشبيبي عندنا كان محافظ البنك المركزي، كان يعمل جاهدا من أجل سعر صرف الدولار إلى 1000 دينار عراقي، واشتغل على هذا الأساس ووصلنا إلى 1150-160، وكان من المؤمل أنه نوصل إلى 1000 دينار، لكنه صار اللي صار بوقتها. فإذا تبقى العامل السياسي هو السبب، يبقى العامل السياسي هو المتحكم بالاقتصاد وبمنبع الاقتصاد في العراق. كنت معنا الأستاذ عبد الرحمن الشيخ الخبير الاقتصادي من بغداد، شكرا جزيلا إليك. في ملفنا الأخير مشاهدينا، وبحثا عن الحياة خاطروا بحياتهم مهاجرون عراقيون تقطعت بهم السبل على حافة حلم قبل أن يستحيل إلى كابوس على الحدود الملتهبة بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي. من بغداد إلى سجن كيبارتي، رحلة موت وسط الغابات أو المكوث داخل مخيمات وربما سجون، هذه هي قصة العراقيين المهاجرين الباحثين عن حياة قد يفقدونها في أي لحظة. لم يكن البحث عن مهاجرين خارج الحدود العراقية أمرا صعبا للتواصل معهم ومعرفة ما يجري هناك، فقد أسمعت كلماتهم واستغاثاتهم من به صمموا، وشاهد العالم بأسره معاناتهم بالصوت والصورة. منتظر حسن مهاجر عراقي يتحدث لقناة الفلوجة عن رحلة الموت هذه. ستنا دا احنا طلعنا من بغداد يوم 22/7 بالضبط، صعد طرنا البيلاروسية، نزلنا بمنسك الساعة 8 بالليل تقريبا، بقينا بيلاروسية ما يقارب 5 أو 4 أيام نبحث عن مهرب انه يطلعنا على الحدود. حاولنا ما لقينا، اخذنا تاكسي بيلاروسي، فطلب احنا 4 نفرات طلب علينا كل واحد 4 ورقات، اتفقنا وياه نطلع العصر. طلعنا الساعة 4 ضبط من منسك الى هيرادونا، منطقة هيرادونا بيلاروسي، دبنا بعد 5 كيلوات عن الحدود الليتوانية، مشينا تقريبا من الساعة 5 العصر الحد ثاني وما يقارب 16 ساعة عبرنا الحدود. 16 ساعة احنا نمشي بالغابة ما بين الخوف والبرد والعطش، احنا حاليا مو بمخيمات، كنا بمخيمات بين البرد يعني ما بنص الغابة، احنا كنا بنص الغابة منطقة اسمها رود نمكاي، نقلونا على اساس درع احسن، نقلونا بسجن اسمه سجن كيبارتي، هذا سجن كل شيء ما نقدر نشوف منه بس من الشباك، بس من الشباك ونباوع شرك داير مدايره السجن. وهسه ان شاء الله اقدر اصور، بس بصوره عامه العدد المهاجرين 2000-3000 ما بين عراقي عربي وعراقي كردي، انا احكي لك بس على العراقيين، الاعداد العراقيين 3000 وكسور هيك. زين منتظر، يعني مصيركم هسه شنو؟ راح تدخلون ترجعون في حال العراق وفر لكم رحلات عوده؟ ست ندى بالنسبة لمصيرنا، مصيرنا ما أعرف، وإحنا محكومين هنا 6 أشهر، وإذا خلصت المدة ما نعرف وين يروح، يرحلون يخلون ما نعرف شنو الوضع هنا، بس ما العودة للعراق لا والله ما أقدر أرجع، يعني أنا حتى لو يخلوني 300 يورو أو غيره وغيره، لو يخلوا لي فلوس الدنيا كلها ما أقدر أرجع، الظروف تحكم علي، أولا أنا مهدد، أنا ما أحتاج الفلوس، الحمد لله أنا بالعراق عندي فلوس، بس أخسر حياتي، أنا إذا رجعت للعراق أخسر حياتي. حلم وردي تحول إلى كابوس، العشرات فارقوا الحياة من المهاجرين بحسب تقارير دولية، بعضهم قتل على يد حرس الحدود وبعضهم لم يقوى على تحمل البرد المميت. تعددت أسباب موتهم الواحد أو توحدت بوجههم الظروف المتعددة، فيما تناشد منظمات حقوق الإنسان لانتشال المهاجرين أو إعادتهم إلى أوطانهم. ندى المرسومي من بغداد، قناة الفلوجة.
حول هذا الموضوع ينضم إلينا الناطق الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأستاذ فراس الخطيب. مرحبا بحضرتك أستاذ فراس. لو أردنا تأصيل أستاذ فراس لهذه الأزمة، من أين يجب أن نبدأ؟ أهلا وسهلا، يا مرحبا بك. يعني دعنا نبدأ من كلام هذا اللاجئ العراقي الذي يعني تحدث، وأنا أريد أن أستذكر بعض الكلمات التي يعني ذكرها في أثناء الحديث. ذكر عذاب، مشقة، غابة، خوف، برد، حر، ذكر سجن. فيعني المشقة تكمن في عندما يلجأ الإنسان لطرق غير شرعية وتهريب ويعني طرق غير صحيحة، يجد نفسه في محنة. وبالمناسبة المعاناة تبدأ منذ لحظة ترك المنزل. طبعا هنا هو حق إنساني لكل إنسان طلب الحماية عندما يكون الإنسان بحاجة للحماية الدولية، أو يجد أنه مضطهد داخل بلده، أو هناك حرب، قتال، نزاع مسلح، ممكن أن يعبر الحدود إلى دولة أخرى ويطلب اللجوء الإنساني. لكن نجد أيضا أن بعض الذين لجأوا إلى الحدود الأوروبية بطرق التهريب، ويعني مرورا بالمتاجرين بالبشر وقوارب المتوسط، رحلات الموت وعبارات الموت، نجدهم أنهم ليسوا يعني بسبب النزاع المسلح أو الخطورة على حياتهم، وإنما قد يكونوا يعني بسبب الاقتصاد والوضع الاقتصادي في بلدانهم. لكن يعني هو الأزمة الاقتصادية يعني المنطقة الشرق الأوسط شمال إفريقيا وسوء المعيشة أستاذ فراس، أليست كفيلة فعلا بهروب مواطني دولة إلى أخرى؟ يعني أنت اليوم في أربيل، في أربيل لديك اللاجئين الأكثر نحو أوروبا من الكرد بسبب الأزمة الاقتصادية الموجودة هناك، أليس من حقهم اللجوء هناك؟ بالتالي بالمقابل، ماذا على الحكومة العراقية أن تفعل حينما ترى مواطنيها هناك مسجونين ويعاملون بطريقة شبه قمعية من قبل سلطات الاتحاد؟ يعني هو لا شك الوضع الاقتصادي مسبب وعامل يدفع الكثيرين، يعني بغض النظر عن أحقية أو عدم أحقية أي شخص. طبعا الإنسان من حقه أن يعني يطلب دائما حياة أفضل، ولكن ما أود قوله هنا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تكون أغنى منطقة في العالم. يعني لا يوجد مبرر لأي شخص الذهاب، هناك العقول، هناك الموارد، هناك كل شيء لدينا، يعني يجب استغلال هذه الموارد. لكن تعرف حجم الفساد وحجم المحسوبية في هذه البلدان، لهذا هم يهربون إلى بلدان أوروبا، أليس كذلك؟ نجد يعني عندما نجد إنسان يجد نفسه في خطر على الحدود، حدود بلد ما، من حقه طلب الحماية. الحماية الدولية حق، نعم، طالبت الأمم المتحدة بكل منظماتها وخاصة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالة الدولية للهجرة، طالبت الدول المعنية بحماية هؤلاء، توفير ملجأ لهم، توفير مسكن لائق، ريثما ينظر بحالاتهم. قد يكون البعض بحاجة للحماية فيطلب له الحماية واللجوء أو طلب اللجوء في الدول التي يعني يجب. كل دول العالم هي طبعا جزء من يعني لقد صادقت على شريعة حقوق الإنسان وعلى معظم القوانين الدولية المتعلقة باللاجئين واللجوء، فيجب هذه الدول أن تحترم هذه المواثيق وتفتح الباب وأن تؤمن الحماية والمسكن اللائق لكل هؤلاء. ما الذي سيكلف هذه الدول؟ نجد أن الحكومة العراقية أيضا قامت بمبادرات لإرجاعهم. نعم أستاذ فراس، ما الذي سيكلف الحكومة؟ ما الذي سوف يكلف حكومات الأوروبية على سبيل المثال بيلاروسيا أو ليتوانيا أو لاتفيا مثلا إذا لم تستقبل هؤلاء المهاجرين؟ يعني قانونيا دوليا هل سيكلفها شيء؟ يعني لست خبيرا قانونيا في القانون الدولي، ولكن يعني على جميع دول العالم احترام المواثيق يعني التي صادقت عليها. هل لديها الحق في غلق يعني في غلق الأبواب وإيصادها بوجه هؤلاء اللاجئين ووضع الأسلاك الشائكة وربما حتى معاملتهم بقسوة؟ هي لا تريد، هي تقول نحن لدينا ما يكفي من الأزمات، لا نريد مهاجرين. هل لديهم الحق في ذلك برأيك؟
يعني هي مسألة حساسة وقد تكون صعبة الوصف، يعني لكل دولة حقها في حماية نفسها، حماية حدودها، حماية سيادتها، وأيضا لكل دولة أيضا يعني هناك ناحية إنسانية باستقبال ذلك الغريب أو الشخص الذي قد يكون هرب من وضع بائس أو وضع صعب وهناك خطورة على حياته. القانون قانون الدولي يعني يشير إلى فتح الباب وفتح الحدود واستقبال يعني الناس الذين يلجؤون، وعند تأمين يعني مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR هي دائما تعمل على جانبي الحدود لأي أزمة إنسانية، وعندنا القدرة على إيصال مساعدات وأشخاص على الأرض خلال 72 ساعة من أي أزمة إنسانية. لكن ما يعني ما يعيقنا هو عدم يعني فتح المجال لنا، مثل مثلا من خلال بيلاروسيا استطعنا الوصول عدة مرات من الجانب البيلاروسي لهؤلاء الناس بالمساعدات الإنسانية والغوث العون الإنساني. طيب. لكن هم يعني هي المسألة ليست مسألة عون إنساني، هم بحاجة لحل دائم، حلول دائمة. وبالحديث عن الحل وبسؤال أخير يعني الجواب مختصر لو سمحت أستاذ فراس، كيف تقيمون دور الحكومة العراقية في إجلاء وإعادة المواطنين العراقيين إلى مناطقهم؟ كيف تقيمونه منذ بدء الأزمة قبل شهر حتى هذه اللحظة؟ يعني الحكومة يعني أنا لست في موقع تقييم أي حكومة، لكن نحن بالأمم المتحدة نراقب الوضع ونجد أن أي مبادرة من أي دولة لإعادة مواطنيها، وقامت الحكومة العراقية بالإعلان عن فتح الباب لإعادة المواطنين والحوافز المالية وإرجاعهم، فهذا شيء يعني إيجابي ويبشر بالخير. نعم، الناطق الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أربيل كنت معنا الأستاذ فراس الخطيب، شكرا لك. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم الأسبوع المقبل.